هيا يا أطفال وهيا نمتعكم بحصتنا. أهلا يا أطفال، حصتكم المقبلة مهمة جدا جدا جدا، لأنها تتطرق لليوم العالمي لحقوق الطفل، لا جورني انترناسيونال دي دووا دو لانفون. والشاطر يعطينا الحل، حكايات فيها عبرة حكمة مثل. اليوم جيت نحكيكم على حياة الشهيد حاشي عبد الرحمن. يا أطفال، بما أننا في هذه الفترة هذه نحتفل باليوم العالمي لحقوق الطفل، واش رايكم نروحوا نغنوا أغنية دارها عمو يزيد نقول فيها من حق الطفولة صحة علم حب وحنان. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، لا مقهورة ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم وأمان، نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان، نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. وانتم يا أطفال إذا حبيتونا نقرأوا رسائل تاعكم، ما عليكم إلا توجهوا موقع إنترنت عمويزيد.com. استنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت. سلام يا أطفال، حبوكم. حتى وهو طفل صغير فكلامه ليس بممنوع، فله الحق في التعبير حتى يكون صوته مسموع، واجبنا به نتكفل ليعيش في عز وهناء، لا ندفعه للعمل فلا زال صغر ضعفا. عيد ميلادك أحلى عيد، تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولو، هيا نصفق ونغنيلو، تعالوا هلموا إلينا نضفوا مع عمو يزيد.